ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77. أعمال الجلسة عقدت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك تحت عنوان لحظة فارقة، حلول تحويلية للتحديات المتشابكة، وذلك بدعوة من معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وقد افتتحت الجلسة بكلمة لمعالي السيد أنطونيو غوتيريش أكد خلالها على أن مخاطرا جمة تحدق بالعالم بسبب تزايد الانقسامات وصعوبة التوصل إلى حلول لمعالجة الوضع، داعيا إلى تحالف عالمي للتغلب على الانقسامات. وقال معاليه إننا ملتزمون بالاستفادة من كل أداة دبلوماسية للتسوية السلمية للنزاعات وفق ميثاق الأمم المتحدة. وحول أزمة المناخ قال غوتيريش أنها القضية الأهم حاليا، ويجب أن تشكل أولوية قصوى لكل حكومة ومنظمة. من جانبه أشار معالي السيد كاسابا كوروشي رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن العالم يحتاج إلى حلول التضامن والاستدامة والعلوم. واختتم معالي كلمته بأن الدورة الحالية 77 ستكون أساسا لإعداد أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وقمة المستقبل 2024 في العام المقبل.